شايفين كيف الانسجه بتاعته عامله شبكه، هذا معناته انه هذا نبات ثنائي الفلق. العروق بتكون عامله زي الشبكه، لو كانت عامله خط مستقيم او متوازي بتكون احد الفلق. هذا النبات يا نداء هو اللي فيه ماده السيلمارين اللي هي بيستخدموها لتجديد خلايا الكبد، اللي هو الملك استل او سيليبيام مرانيم. هذا النبات البذور تاعته تتميز بوجود مادة الفلافونويد مشهور اسمه السيلمارين، يستخدم في عمل علاج لخلايا الكبد. هذا هو النبات اللي نهتم فيه. تمام، سيلمارين. النبات الثاني وهذا النبات مهم برضه، وهذا النبات لو طلعته لو قال بابونج صحيح مزبوط كلامه. شموميل؟ لأنه هو مش بابونج، بس هذا النبات بما انه الزهرة تاعته عاملة شكل النجمة. ايوه نجمة. فهذا بيكون ينتم لعائلة اسمها العائلة المرتبة اللي هي الأقحوان والبابونج وحتى الزهور في الشمال. هذا النبات اسمه اللي هو كاندولا أرافينسيس أو بسموها اللي هو عين البقر بسموها. صح. أو بسموها عين القط. هذا النبات طبعا عطري. لو العائلة النجمية هذا صح؟ هذا من العائلة النجمية. هذا النبات يا جماعة نبات مهم برضه. هذا اسمه نبات نبات الحمحم. شوف عنه ليلة الحمحم المصري نوع من أنواع اللسان، نبات اللسان. أيوة. ياخذوها طبعا الأوراق الغضة وبيستخدموها في عمل وجبات غذائية شعبية. في نبات انا كنت شرحت عنه المره الماضيه اسمه نبات فم السمك، انا كويس شايفه الاحمر اللي غاد شايفه زبينه ورقه من اللون احمر، لون احمر اللي عامله زي القرنين هيك البنفسجي. ايوه برافو عليك. تمام ازرعها. هذا النبات حتلاقوه موجود بفتره في المنطقه لانه عاده البذور تاعه مش عنب ابي صالح. ها طبعا موجود بكثره. ليش؟ لانه طريقه انتشار البذور عن طريق اللي هو المانيور اللي هو السماد تاع الابقار والماعز، فتلاقي هي بتنتشر البذور عن طريقه. الطريق في النبات انه ينتمي لنفس عائله النعنع والريحان اللي هي العائله العطريه، حتطلعوا كمان الاوراق تشبه كثير اوراق الزعتر والنعنع، والازهار كمان طريقه نموها تشبه بالضبط اللي هو النعنع. طبعا سموها فم السمكه لانه لو تاملت في الزهره هيك حتلاقي شكلها فعلا زي فم السمكه. صح. بس هي لا بتفتح ولا بتسكر يعني، بس زي طالبه ولكن تتميز لا تفتح ولا تغلق ولا تسكر، لكن تتميز عن نباتات العائله العطريه الثانيه انه ما لهاش ريحه، ما فيش فيها زيوت عطريه زي الزعتر والنعناع والريحان. تمام؟ تمام.